مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر. يعني كيف ما كتشاهدوا مع مغيب شمس يوم الاحد وبرودة الطقس، الا ان شباب مصرين انهم يعوموا في هذا الجو في هذه البروده ديال هذه الاجواء هذه. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا احنا الان في مربعه في هذا المنطقه اللي كيجيو ليها ولاد الشعب باش انهم يعوموا ويبدلوا الاجواء. نتوما كتشاهدوا كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا بمرعب بعض. شوفي هذا كشوف كده كنشوفوا في واحد التعليق تيقولنا ليت الشباب يعودوا يوما. رشيد تيقولنا مزيان، شكرا خويا رشيد. كيف ما كتشاهدوا معنا صراحة الإطلالة زوينة بزاف. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، كنشوفوا سعيد كيقول لك كنت كنعوم فيها وشتا وكان الماء سخون. يعني واخا البروده ديال الطقس، الا ان كيف ما قلت اخويا سعيد ان الماء سخون في هاد البلاصه هادي. يعني مزيان الانسان انه كما كتشاهدوا معنا الشباب كيستمتعوا بهاد الاجواء هادي. نقرب لكم الصوره اكثر. غير هو الشباب يردوا البال ديالهم، حيت هادشي كيشكل عليهم خطر كبير. الانسان فاش كيبقى يدير هاد الامور بالاستعراض ديال هنا راه ماشي مزيان. كنشوف ساعات تيقولنا ربي يحفظهم، امين الله يحفظهم يا ربي.